الآن في الساحة كثر وهو الإضراب عن العمل، ويقولون أن المظاهرات مسألة والإضرابات مسألة متباينة عن مسألة المظاهرات، وأن الإضراب عن العمل قد نص عليه القانون بأنه لا بأس به، ولا أذهب إلى العمل ولكني لا أقوم بعملي لتلبي الحكومة مطالبي في بزيادة الرواتب، ولا سبيل لي إلا بهذا البداية. أول نص القانون عن الإضراب هذا كذب، هذا كذب. واحد مرة كلمني بقوة كذا، يا أخي القانون يسمح بالإضراب، قلت أين هذا بالقانون يقول يسمح بالإضراب؟ ما في قانون يقولك اضرب، بالعكس القانون ينزلك ايش؟ بالعمل والمواظبة والإنتاج، وإذا غبت خصم عليك، وإذا تأخرت حاسبك. كيف تترك العمل وهو يضع قانون ينص على أنك اترك العمل مثل ما حبيت؟ ما يوجد هذا. وذاك بعضهم ايش يقول؟ يقول هذه الدولة لما قابلت أن تكون عضوة في مجلس الأمم وقعت على العضوية، وفي هذه العضوية يسمح للرعية بالإضراب. طبعا الإذن ليش اللي وجدوه؟ ما قلت لكم يعملون الشيء بعدين ايش يبعثون له؟ على أدلة. أين الدليل هذا؟ رواه البخاري ولا مسلم؟ لا، الأمم المتحدة قانونها أنك إذا وقعت معناك ايش؟ تقر بجواز أو بالسماح بالمظاهرات والإضرابات. هذا دليل، هذا رواه لا البخاري ولا مسلم ولا عند ابن ماجه في زوائده. أين الدليل هذا؟ ما قاله الله ولا رسوله. فهذا كذب على الحاكم أنه يقول سامح بالإضرابات. قبل أيام أضرب واحد الجهات، ويحدثني واحد في الجهة نفسه يشتغل. جاء بعض الموظفون وسجلوا أسماء المضربين كلهم ليتم إيش؟ معاقبتهم وحاسبتهم. يعني مو راضي، هو مسموح في الإضراب، كذب هذا. ومع ذلك شيخ العثيمين قال لا أعلم للإضراب أصلا في الكتاب والسنة، وإنما هذا من فعل الدول الغربية الكافرة. فيه فساد وتعطيل مصالح الناس. طيب يوم من الأيام بعد يضربوا الأطباء أو الإطفائيون أو حراس الحدود أو الشرطة أو إلى آخره، تحصل مفاسد عظيمة حينئذ. تصور مصر أول ما قام في المظاهرات فسحبوا الشرطة، صار فوضى، طلعوا المساجين كسروا وفعلوا. إذا الشرطة غدا بعد اقتنعوا بالإضرابات، ها هو الأمر يسمح لهم؟ وما داوم الشرطة، ما بقى لا مرور لا مقفر لا دورية، ماذا يحصل بالبلاد؟ ماذا يحصل بالبلاد؟ والأطباء ما يداومون، الناس تموت، والكهرباء ما يداومون، إضراب. من أين هذا في أي عقل؟ أي حاكم عاقل؟ هذا لو عنده، لو حاكم يرضى بهذا كيف يصير حاكم؟ معناه هذا واحد بدون عقل يقول حق الناس متى ما حبيت تضربون ترى مسموح لكم الإضراب. ما يقول هذا الكلام؟ هذا كله طمع في أمر الدنيا. ولو كان ابن آدم والي من ذهب لابتغى آخر. واليوم لو استجابوا لهم أعطوهم كوادر، بكرة قال كيش كل شيء ارتفع، كل شيء ارتفع. التجار بس شافوا الكوادر رفعوا الأسعار، قبل إقرار الكوادر ارتفعت الأسعار. إذا نريد زيادة لغلاء المعيشة أضرب، أعطوهم بعدها أضرب، ونعيش حياتنا بس إضرابات إضرابات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيء البركة، البركة ذهبت، البركة اليوم بسبب كثرة المعاصي قلة الشكر. الناس والله بنعمة، نعم نعم عظيمة يمن الله بها على العباد، ومع ذلك كل يرى أنفسهم في فقر، في فقر، في ضيق، في نقص، ما في، ما عندي. أين البركة؟ ذهبت. لكن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله، ونشرنا عند الناس، اشكر الله على الناس، اشكر الله على الأمن والأمان، اشكر الله على الماء متوفر، الطعام متوفر. الناس يعني تشتكي من التخمة والسمنة، من كثرة الطعام، من كثرة الراحة، الوسائل. كل الناس عندها سيارات، كل الناس تأكل، كل الناس تشرب.
فاكهة الصيف تأتينا بالشتاء، فاكهة الشتاء تأتينا بالصيف، ناكل لحم وسمك ودجاج طول العام. هذه نعم كثيرة، نعم عظيمة. في ناس ما عنده ما يوري سوحته، احنا اللجان تنشر الاكياس حق الملابس كل بيت، كل بيت بينفجر ملابس، والله بينفجر ملابس، والطعام ما ينرمى اكثر ما يؤكل، والماء لا ينقطع لو فتحته 24 ساعة ما ينقطع، والكهرباء والامن والامان، كل هذا معاجبهم. لا تنظروا الى من فوقكم، وانظروا الى من اسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، عشان ما تحتقر النعمة اللي انت عايش فيها. شوف غيرك اللي مجاعة واللي فيضانات واللي أمراض واللي هتك وقتل وسفك، ما يستطيع الواحد يمشي هناك إلا بسلاح ولا خوف. واحد ما شاكل ما يقدر يترك سيارته ولا تكبابه. هذه النعمة نحن فيها، النعمة زوالة، الشكر بالشكر تدوم النعم. لازم ننشر بين الناس، نقنع أنفسنا قناعة تامة اللي احنا في نعمة، إن أعطونا زيادة فيها ونعمة الخير ما ينعاف. لكن نأتي ونقول الاعتصامات مشروعة وواذن لها الأمر، أين أذن في ولي الأمر؟ أين دليلها الكتاب والسنة؟ فهذا والله ما يفعله ناس يعني يتعقلون قليلا، لو تعقلوا قليلا لوجدوا أنفسهم قد أخطأوا خطأ كبير.